نبدأ من الجولة على المشهد السياسي مع الزميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير سمر. تفضلي، اليوم حافل 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 بالتصاريح ولكن المتناقضة، يعني لأنه كل واحد بعده عم يقرأ جولة السفير البخاري بالطريقة اللي بتناسبه أو اللي بيراها بيشوفها مناسبة. خلينا نشوف سوا. تفضلي. مساء الخير. تزامنا مع جولة السفير السعودي وليد البخاري على القوى اللبنانية، بحث جدي في عين التين في إمكانية الدعوة إلى جلسات لانتخاب الرئيس بعد إنضاج اسم للفريق المقابل للثنائي، غير أن الأمر ليس محسوما بعد. البخاري وفي إطار جولته على المرجعيات السياسية والروحية زار في خطوة لافتة جدا دارة رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام في المصيطبة، وجرى عرض للأوضاع وتطورات في لبنان والمنطقة، وتم خلال اللقاء التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن منعا لإطالة مدة الفراغ ودخول لبنان في المجهول. وفي معلومات الجديد أن المملكة تولي مكانة خاصة لسلام، غير أن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي اللقاء تحدثت المعلومات أيضا أن السفير السعودي جدد موقف بلاده في عدم الدخول في الأسماء المرشحة للرئاسة ووضع الاستحقاق في عهدة اللبنانيين على أن لا يتدخلوا مع أحد من حلفائهم في الاستحقاق. وفي الوقت الذي سبق أن دعا فيه وزير خارجية إيران إلى التوافق اللبناني على الرئيس قبل أن يلاقيه بالدعوة السفير البخاري، برز تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إذ دعا للمرة الثانية على التوالي إلى التفاهم لاختيار الرئيس الأصلح لبلادنا في هذه المرحلة. لأن الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس أيها الأعزاء، لأن البعض بيقول الناس تعبت صار بدها حل، يلا خلصونا كيف ما كان. أيها الأعزاء، الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي، لا يمكن أن يحصل تسامح وتساهل في اختيار الشخص الذي يشكل ويجب أن يشكل ضمانة لكم ولأمنكم ولسيادتكم ولمصالحكم. والشخص الذي لا يدار من قبل الأعداء على الهاتف. من جهته يواصل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب جولته على القيادات السياسية، والتقى في بنشع رئيس تيار المردس الوزير السابق سليمان فرنجية. إثر اللقاء أكد بوصعب أن اللقاء مع فرنجية كان إيجابيا، فالأخير منفتح للجميع ومن دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أنه سيعود للقائه بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الأمور. سليمان بيك كل الانفتاح لا التواصل ولا الحوار ولا التفاهم مع كل الأفرقاء بدون ما يكون في شيء مغفل، خاصة أنه هيدي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخلي اللبنانيين يقعدوا مع بعضهم ويحكوا بكل الأفرقاء اللي مختلفين مع بعضهم بالدرجة الأولى، لأنه هو هيك بيكون الحوار مع ناس مختلفين بين بعضهم البعض على الآراء اللي كل حدا بيمثلها أو عنده إياها. طبعا هيدا هيك تواصل هو ضروري وطالما ما في شروط مسبقة. وتزامنا مع زيارة البخاري إلى دارة سلام، كشف رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام لبرنامج الحدث أن رئيس حكومة العهد الأولى سيكون الرئيس تمام سلام، مؤكدا سقوط المعادلة الفرنسية. أجل أرجع في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، أيهما أسهل علينا؟ يجيبونا يجي الروح القدس يجيب لنا الورقة يقول صحتها مثل ما كان يقول الرئيس الهراوي. شو نوع الرئيس يلي ممكن أن يفرض؟ أهم شيء يكون إنه ما محسوب على هذا من هذه المنظومة السياسية، لا عن هذا الفريق ولا على هذا الفريق، وعنده دعم خارجي قوي بمكنه من تشكيل حكومة قوية، رئيس حكومة قادر يدير عملية الإنقاذ. الرئيس تمام سلام أحد الأسماء المطروحة لترأس حكومة العهد الأولى، يعني من ضمن الأسماء الأساسية. ومن الحدث أيضا كشف سلام أيضا عن رسالة سعودية لحزب الله عبر الفرنسيين وعن موفد بطريركي خاص إلى باريس. في رسالة فرنسية أبلغتها السفيرة وحدا من السفارة يعني لا حزب الله
نقلا عن المملكة العربية السعودية انه نحن ما عندنا فيتو على حدا، ما من أيد حدا، ما في اسم معين من أيده، ولكن نحن مع شيء اسمه إسراع بانتخاب رئيس وتحقيق التوافق بين اللبنانيين، ونحن نؤيد كل ما يتوافق عليه اللبناني. هذه الرسالة تولى جانب فرنسي نقلة من المملكة لحزب الله، وهذا كان وهذا نقلا عن مصادر حزب الله، يعني حتى نكون دقيقين وأمناء بالله. وهيدا الرد يلي ذكرته هو رد حزب الله، يعني وهذا كان رد في إيجابية إنه نحن مستعدين نسهل أي رئيس حكومي اللي بتريده المملكة مقابل بس مقابل استابة فرنجية. إذن قصة المقايضة أنا ما بتصور آخر نهار بكون تمشي بهالشكل. ومن برنامج هنا بيروت، رأى الدكتور صادق النابلسي أن جولة السفير البخاري هي رسالة سعودية منفتحة على فرنجية، متحدثا عن متغيرات المنطقة لصالح محور المقاومة. هناك ليونة في الموقف السعودي، ولم يعد لديها مشكلة بأن يصل سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، خصوصا إذا عم نحكي فعلا عن تصفير المشكلات في المنطقة وعن حل الأزمة مع سوريا وإعادة فتح الأبواب. هذا الأمر لابد أن يمر بالساحة اللبنانية، ولابد أن يعاد تنظيم البنية السياسية والدستورية بلبنان بالصيغة التي يعني تحفظ مصالح السعودية بنفس الوقت وتؤكد على مسار التسوية في المنطقة. أما الشيخ القاضي خلدون عرايمت المقرب من دار الفتوى، فرأى في كلام السفير السعودي انفتاحا على الجميع وتأكدا على عدم تدخل المملكة في الشأن الرئاسي من دون أن يفسر ذلك لمصلحة فرنجية. أن المملكة العربية السعودية وقيادتها تحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد وغد قبل بعد الغد، وكل المعطيات تؤكد أن المملكة العربية السعودية على مسافة واحدة مع كل الأسماء المطروحة، وتؤكد أنها ليس لديها على الساحة اللبنانية، كما أن ليس لديها فيتو على أي مرشح على الساحة اللبنانية. وإن كان لدى المملكة موقف معين فهي بالتأكيد ستعلن هذا الموقف أمام الرأي العام. على المقلب المسيحي، أطلع النائب غسان سكاف البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على نتائج الجولة الأولى التي يقوم بها في إطار مبادراته الرئاسية، وأشار سكاف بعد لقاء إلى لائحة من 11 اسما يتم التداول بها للوصول إلى اسم مرشح موحد يعلن عنه بوجه مرشح الفريق الآخر سليمان فرنجية. نحن تقدمنا بلائحة من 11 اسم، اليوم في عنا 3 أسماء فينا نقول أنه حظيوا بعدد كبير من الأصوات في المجلس من كل الأفريقاء وكل الكتل. نحن نتجه إلى تسمية شخصية واحدة لمواجهة الفريق الآخر بعملية ديمقراطية نذهب بها إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية. وضمن فقرة المشهد السياسي، خبر خاص من موقع أساس ميديا تنشره الجديد حصريا، فماذا في خبر اليوم من أساس؟ في مقال للكاتب السياسي جان عزيز في موقع أساس ميديا بعنوان الوقائع الكاملة لفضيحة تهريب رئاسية، وفيه كتب عزيز عن سقوط المبادرة الفرنسية خلاصة الكلام في واشنطن: صحيح أننا كلفنا باريس تدبير حل ما مقبول لمستنقع بيروت المستدام، لكن هل يعقل فيما نحن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا، وفيما إيران تضيف إلى عدائها لنا دعما تسليحيا مباشرا لبوتين هنا، وفيما نعلن رفضنا أي تطبيع للوضع في سوريا ومع الأسد إلا انطلاقا من إطار القرار 2254 للحل السياسي الشامل، في هذا الوقت بالذات هل يعقل أن نقبل مع ماكرون بإعطاء رئاسة لبنان للخيار الأسدي الإيراني الروسي بامتياز؟ لا بل أن نعطي ماكرون هذا الامتياز وهو يقصفنا من بكين ويحرض علينا أوروبا في قضية تايوان بالذات. فماذا يقول عزيز عن المبادرة والملف الرئاسي؟
الواضح أنه هناك مؤشرات فرنسية وأمريكية كتيرة بتأكد أنه الخطوة اللي عم بيقوم فيها باتريك دوريل منها مسهلة. يعني فرنسيا قلنا في كتير من النشاط اللبناني والدبلوماسي المكثف بباريس، ويلي اتوج بالميل الافتتاحي لرونو جيرار، ويلي ما بيعرف رونو جيرار لازم يسأل مين هذا الشخص وكيف بيرافق ماكرون بكل رحلاته، ويلي موقفه كان صارم ونهائي بهذا الموضوع. وهون بس إشارة صغيرة أنه مش هين أنه العربية تاخذ هذه الافتتاحية وتنشرها بالنص الإنجليزي. أمريكيا هناك مؤشرات أكثر بكثير من الرسالة اللي وجهوها 40 شخصية فيهم كبار الصانعي الدولة العميقة بواشنطن لا بايدن ب 27 أدار، من بعدها مقال ديفيد إنياسوس، من بعدها كلام بايدن بعشاء مراسلي البيت الأبيض، بيان الخارجية، كل هودي بأكدوا كمان أنه الدولة العميقة بواشنطن رايحة باتجاه مغاير للي عم بيتسوق هون. بمعنى أنه بالوقت يلي ماكرون عم بيحرض أوروبا على أمريكا بموضوع تايوان، بالوقت يلي واشنطن فاتحة حرب مع موسكو بكييف، طهران عم بتدعم موسكو بهيدي الحرب، بالوقت يلي كل واشنطن عم بتقول ما فينا نطبع مع الأسد إلا بإطار 2254، مش منطقي بهذا المشهد وبهذا السياق ينعطى لبنان برئاسة جمهوريته وبالتالي بكل ما فيه لهذا المحور. فنبين أنه هناك معطيات مغيرة لازم ننطر ونشوف وين بتوصل. إذن هذا كل كان كل شيء سمر. شكرا لك جوزيفين على هذه الجولة الشاملة مادياً.